أنا نبال فريحات باسمي وبالنيابة عن زملائي أعضاء الجمعية الأردنية لشركات تأجير تمويلي. مرحب بكم بالاجتماع اليوم. إحنا اجتماعنا اليوم مناقشة أثر قانون ضريبة الدخل لعام 2018 على قطاع التأجير التمويلي. الجمعية الأردنية لتأجير التمويلي هي جمعية تأسست في عام 2014 تعنى بمصالح قطاع التأجير التمويلي وشركات التأجير التمويلي في المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم احنا حسب نحكي وزارة الصناعة والتجارة مراقبة الشركات، عدد شركات التأجير التمويلي المسجلة وعاملة في الأردن هي 38 شركة عاملة برؤوس أموال 175 مليون دينار. اليوم شركات التأجير التمويلي تعمل تحت ظل قانون التأجير التمويلي الدائم رقم 45 لعام 2008. منذ تاريخ القانون، تاريخ تشريع القانون الدائم لغاية اليوم، قدمت شركات التأجير التمويلي تمويلات بمليارات الدنانير لمختلف القطاعات الإنتاجية. طبعا احنا زي ما حكيت قبل شوي انا انه من تاريخ تشريع القانون في عام 2008 ولغاية اليوم تم تقديم تمويلات مليارات الدنانير. معظم القطاعات استفادت من تمويل او من خدمات شركات التأجير التمويلي هي قطاعات إنتاجية، منها مصانع، معدات، ماكنات، شركات خدمات، شركات نقل، بالإضافة الى قطاع العقاري ومطوري الإسكانات. احنا اليوم عملنا متخصص اكثر من البنوك، البرامج اللي احنا بنقدمها هي غير متوفرة بالبنوك. شركات التأجير التمويلي هي الشركات الوحيدة القادرة على تمويل الأموال المنقولة ضمن قانون التأجير التمويلي. زي ما بنعرف لحد اليوم ما تم تشريع قانون رهن الأموال المنقولة، فاحنا اليوم شغالين بالتأجير التمويلي لتمويل الأموال المنقولة. طبعا عديد من القطاعات، قطاع المطابع بالكامل، كل تمويلات قطاع المطابع والطباعة كان من خلال التأجير التمويلي. أساطير النقل والفليت والماكينات والمصانع، احنا عندنا تجربة سابقة وموجودة بداتا وستكس من الجمعية، احنا هاي كنا مساهمين فاعلين في العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية. وأوردي احنا مرتبطين في بعض الشركات، مرتبطة مع بنوك، وبعض الشركات هي مؤسسة، شركات مساهمة عامة أو شركات مساهمة خاصة. احنا اليوم الاجتماع اللي احنا عقدناه صار على فترة أسبوع، اجتماعات متتالية، وعملنا أكثر من دراسة وأكثر من بحث، وتناقشنا الأثر الضريبي على شركات التأجير التمويلي. احنا اليوم للأسف تفاجأنا بمسودة القانون بربط شركات التأجير التمويلي مع البنوك. احنا يوجد اختلاف جوهري كبير ما بين شركات التأجير التمويلي والبنوك. البنوك هي بتقدم تمويل مختلف تماما عن شركات التأجير التمويلي، وطبيعة عمل البنك مختلف تماما. البنوك هي ضمن قانون البنوك، شركات التأجير التمويلي ضمن قانون التأجير التمويلي. البنوك تقبل ودائع، شركات التأجير التمويلي لا تقبل ودائع. شركات التأجير التمويلي بتدفع ضريبة مبيعات، البنوك ما بتدفع ضريبة مبيعات. فاليوم احنا الرفعة كانت فاجأنا أول شغلة إنه الرفع، نسبة الرفع الضريبة العادة بتكون 1-2-3-5% 10% مقبولة، بينما كانت الرفعة على شركات تأجير تمويلي 66%، من 24% ل40% نسبة الرفع في ضريبة الدخل على شركات تأجير تمويلي، وهاي النسبة غير مسبوقة لا بالأردن ولا بالعالم. احنا طبعا بدراساتنا بالجمعية رجعنا لكل قوانين ضريبة بالعالم، ورجعنا لآخر دراسات بالعالم، وآخرها دراسة بسنة شهر 4-2018 لواحد من البيك فور ديلويت أند توتش. فإحنا سمينا، يعني بدنا نحكي باختصار، هي ما سوف يجري على شركات تأجير التمويل والبنوك هو مسودة، أو نحكي مشروع قانون ضريبة الدخل مقترح بين قوسين الطريق إلى بنغلاديش، لأنه هاي الضريبة موجودة فقط في بنغلاديش. فقط في بنغلاديش موجودة ضريبة دخل على شركات تأجير التمويل والبنوك 40%.